السلام عليكم، معكم صابرين واهلا فيكم مره ثانيه بفيديو جديد. فيديو اليوم حيكون مراجعه عن الوان التاتش ماركرز واذا تستحق تشتروها او لا. ما ادري، ما كنت احتاج اشتري الوان، بس براسي اجرب شركه ثانيه بنفس الوقت، ما ابغى اصرف فلوس كثيره. وشفت هالالوان على موقع نون وحسيت انها مو حقيقيه من رخصها. اخذت 80 لون ب 80 ريال من موقع نون، وبعد ما اشتريتها لقيت متجر ثاني يبيعها، يبيع نفس الالوان ب 60 ريال. فكألوان كحول يعتبر مرة رخيصة، بس أنه ما فيها طرف فرشة. وبعد استخدام الأقلام تغيرت نظرتي تجاه الفرش في أقلام الكحول، وبشرح لكم ليه في الفيديو. فالقلم له ناحيتين، ناحية عريضة وناحية نحيفة، ما أدري إيش بينادوها، البولد نيب والشيزر نيب. ولون الرقم مكتوب على الغطاء، طبعا ما هو مكتوب على القلم. ففي حال غيرته وبدلت الأغطية انتبهوا من هذا الشيء، خاصة أنه الغطاء ما يدخل في الناحية الثانية من القلم. وحبيت أتأكد إذا الرقم على الغطاء ممكن يتقشر، حاولت بأظافري لكن طباعة كويسة عليها، فما أعتقد مع الوقت ممكن تتقشر أو تختفي. وطبعا لازم تعملوا كالر شارت أو تعملوا طبق الألوان، باليت الألوان، ما أدري إيش بينادوه، لأنه لون الغطاء أبدا ما يطابق لون الحبر نفسه. بس بشكل عام تجربة الماستر ماركرز والروي ماركرز، الأفضل بينهم كانت التاتش ماركرز. حسيت لون الغطاء مشابه تقريبا للون الحبر، بس مو بشكل أني أعتمد عليه. طبعا خليت الترقيم عددي عشان يكون أسهل لي أني أدور الألوان. ما أدري لو الألوان تعتبر مرتبة بترتيب عددي، لكن أحسها مرتبة وفي نفس الوقت مو مرتبة. الروي ماركرز كانت مجموعة صغيرة 24 لون، بس عملتها كعجلة لأنه كانت مرتبة، ما حسيت أنه في لون داخل عرض، لكن هنا أحسها مرتبة وفي نفس الوقت ملخبطة. فبشكل عام أنا خليتها بالترتيب العددي عشان أسهل لما أدور على اللون. اللون رقم 49 عندي موجود في التاتش ماركرز والروي ماركرز والماستر ماركرز، وكلها نفس اللون أو نفس الدرجة على الأقل. فأعتقد معظم الشركات تتبع نفس طريقة الترقيم اللي أنا مش فاهمة كيف تكون. مرة حبيت أنه أوفروا في المجموعة هذه مجموعة من الرماديات، ألوان الرمادي بدرجاتها المختلفة الثلاثة، وكل واحدة فيهم يعني فيها ثلاثة درجات، فحبيت هذا الشيء منهم. بس المجموعة ما فيها بلندر أو ما فيها اللون الشفاف أو الزيرو. بعد ما خلصت من البلت كنت بتأكد من البليدينج، طبعا مثل ما توقعت انه طبع على الصفحة الثانية. وبالنسبة لانتشار الحبر على الورقة ما حسيتها جدا سيئة، سهلاهي البليدينج فيها مو مرة عالي، او انتشار الحبر على الورقة مو مرة عالي، وفي نفس الوقت مو مرة قليل زي الماستر ماركرز، حاجة في النص. كمان كنت بتأكد لو بيترك علامات صفرة في الصفحة اللي بعدها واللي قبلها، لانه صارت معاي في ألوان الروي ماركرز كذا. وللأسف لاحظت أنه هذا الشيء يصير، ومع الوقت حتى مع الأيام يزيد الإصفرار على الصفحتين. ولاحظت هذه الأشياء كلها موجودة في اللون الأحمر، أو درجات الأحمر هي اللي بيصير فيه هذا الشيء. والطريقة الوحيدة اللي تتجنبوها واللي جربتها أنا شخصيا، شطرتون، تلزقوا شطرتون على الجزء اللي راح يطبع أو اللون اللي راح يطبع عليكم في الصفحة الثانية، وأموركم تمام. قررت أرسم كمان واحدة من الشخصيات اللي صممتها عشان أجرب هالألوان فيها، ولاحظت أنه مجموعة البشرة مو مرة كبيرة، فيها ثلاثة ألوان البشرة فاتحة جدا جدا، وكم درجة للبشرة السوداء، بس ما في للبشرة التان أو للدرجة الحنطية، ما في إلا الدرجة الفاتحة أو الغامقة جدا، فما حس عندهم كان تنوع في درجات البشرة. لما اشتريت الألوان أصلا ما جاء في بالي أنه ممكن راح أدمج فيها، وحيكون أسلوب التلوين أسلوب الفلات كولر زي ما كان مع الروي ماركرز. حبيت أجرب الموضوع على بشرتها أو على الخدود، لكن للأسف طبع معايا، لأنه فكرة التحبير، أوكي حاعطيكم ملاحظة كذا بسيطة بشكل عام مع أي ألوان كحول، عشان تقدروا تدمجوا لازم يكون الورق ثخين بحيث أنه تحطوا فيها لون وما يتعبى، يعني ما يكون مليان حبر، وتقدروا تلونوا فوقها بلون ثاني وتدمجوا وتاخذوا راحتكم من غير ما يمتلي الورق لون، لأنه مجرد ما الورق يمتلي فيها ألوان حتبدأ تطبع معكم مجرد ما تحطوا لون ثاني فوقه. فلازم الطبقة الأولى اللي بتعملوها تكون جدا سريعة عشان يكون في فرصة الورقة تستقبل ألوان أكثر. فأنا لما سويتها في الكراسة اللي شايفينها في الفيديو، الكراسة اللي عندي 165 جرام، بس أنا اتحمست زيادة، ممكن إيدي ما كانت خفيفة، ففي النهاية طبعت معايا في ناحية خدها وناحية شفتها. لكن لما جربتها في نفس الكراسة في رسمة ثانية،
بس حطيت في بالي ذا الشيء اني دمجت بطريقه ما احط فيها حبر كثير على الورقه، وبصراحه دمج معايا على انه الورق مو مره ثخين بالنسبه للالوان، لانه الالوان فيها نسبه من البليدينج. لو كان الالوان ما فيها بليدينج اعتقد كان الورق هذا حيكون جدا مناسب لها، لكن هذه على البير مينيمم انه مره خلوكم حذرين جدا لو انتم ناويين تستخدموا كاردو ستوك وفي نفس الوقت تدمجوا. حبيت اختبر الالوان على على ورق الالوان المائيه، لانه اصلا ورق الالوان المائيه مخصص انه يستحمل السوائل، فزي ما انتم شايفين في الفيديو بصراحه ادائها جدا ممتاز، مشابه لاداء الماستر ماركرز بس على الورق المائي، لانه الورق المائي اصلا بيستحمل كثير، فيكون في عندكم فرصه تحطوا لون ورا لون ورا لون من غير ما تخافوا ان الورقه تتعبى حبر، فيصير عندكم فرصة أنكم تدمجوا. فيب تقدروا تستخدموا هذه الألوان، وإذا على رسمة مهمة مثلا تقدروا تستخدموها على الورق المائي، بس انتبهوا لأن الورق المائي ممكن ينشف الألوان عندكم، لأنه زي ما قلت لكم شغلة الألوان المائية يمتص السوائل فحينشف لكم القلم بسرعة. فأعتقد أقدر أوصل بالتاتش ماركر نفس نتائج الماستر ماركرز واللي أضعاف سعرها، بس تحتاج جهد أكتر، وقت أطول، ورق ألوان مائية. أوكي نيجي لنقطة ليش الفرشة جدا سيئة في الأقلام الكحول. طيب بشكل عام انتو إذا منتو ناويين تشتروا الكوبيك ماركرز، وأعتقد البرو ماركرز أنا ما أعرف راس الفرشة حقته كيف، لكن إذا انتو منتو ناويين تشتروا الكوبيك ماركرز، الكوبيك ماركرز راسه مطاطي، فمع الاستخدام ما بيتعدم معكم لأنه زي المطاط. لكن الشركات الثانية من بينها الحين الماستر ماركرز اللي عندي والروي ماركرز تحس راسها اسفنجة، نفس التشيزل نب نفس الناحية العريضة لكن مقصوصة بشكل فرشة، فمع الاستخدام ممكن ينكسر، ممكن يصير مقدمة القلم كده فيه شعيرات، فما عاد تقدر تستخدمه بعد ما يصير فيه زي كده. والماستر ماركرز بالذات كان عبارة عن قلم بجهة واحدة، لأنه الجهة الثانية خلاص انعدم على طول بعد استخدامه واستخدامين. فحطوا في بالكم إذا كان الراس حق القلم مطاطي ادفعوا الفلوس الزيادة ونقول إنها إن شاء الله تستاهل، لكن إذا ما كان راس القلم، إذا كان راس القلم اسفنجي نفس الراس العريض فما أنصحكم أبدا تشتروا منها، لأنه في النهاية راح تنعدم وراح تفقدوا الدقة اللي أنتوا تبغوها. فالبوليد نيب أو الناحية الصغيرة الحلو فيها أنه أقدر أمسك القلم بقوة، أحط أروح الأماكن الضيقة اللي أبغاها من غير ما يكون عندي خوف أني أكسر راس الفرشة أو أعدمها. أول شيء مجموعة مرة ممتازة وسعرها مرة رخيص، اللون خذته تقريبا بريال، وإذا شديتوا حيلكم ممكن تلاقوها أرخص بمتاجر ثانية. أتوقعت حتى بعض الألوان توصلني ناشفة لكن كلها تشتغل بشكل ممتاز. بعض الأغطية لاحظت أنها تنفك بسرعة وتطير أحيانا، وبعضها تحتاج عضلات عشان تفكوها، لكن هذه ملاحظة حبيت تكونوا حاطينها في بالكم. التاتش ماركرز غطت على كل حاجة أكرهها في الماستر ماركرز، وبصراحة يمديكم تدمجوا فيها وتخلوها تشتغل بطريقتكم، الفرق أنكم بتاخدوا وقت أطول فيها عشان توصلوا النتيجة اللي تبغوها. وإذا حاليا بنصحكم بشيء راح تكون التاتش ماركر، لأنه أدائها مقارنة بسعرها خاصة توصلوا فيها للنتيجة اللي تبغوها. أتمنى الفيديو كان مفيد لكم، شكرا على المشاهدة ولا تنسوا اللايك والمشاركة، أشوفكم الفيديو الجاي، باي.